مرمى ساعة من الرياضة، طابت أوقاتكم. بعد اكتشاف عينة محظورة في فحص فهد المولد، ما هي الإجراءات التالية والعقوبات وكيف تتم البراءة؟ خبير دولي يفصل. وبعد إعلان جوائز الرابطة، ما هي معايير الجوائز المماثلة في الروابط الأوروبية المحترفة؟ على بعد يومين من الجولة قبل الأخيرة، كيف يحسم اللقب؟ كيف تبدو ملامح الهابطين؟ تقرير بالأرقام. روجيرو وغوستافو يخافان من التعاون ويحبان الاتحاد. السلام عليكم. أعلن نادي الاتحاد السعودي أنه تلقى إشعارا من لجنة الرقابة على المنشطات أكد وجود مادة محظورة في عينة اللاعب فهد المولد في مباراة فريقه مع النصر في الدوري السعودي لكرة القدم. وأضاف بيان النادي أن مجلس إدارة النادي الجداوي يعكف حاليا مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حق اللاعب والنادي. ومن سويسرا يلتحق بنا الدكتور يان كلاينر، المحامي المختص بالقضايا الرياضية والمنشطات والمحاضر الجامعي. دكتور أهلا بك، مساء الخير. عندما يعلن أي لجنة منشطات في أي اتحاد رياضي عن وجود عينة إيجابية، ما هي الإجراءات التالية بعد ذلك؟ من حيث المبدأ عندما نتحدث عن عينة ألف إيجابية، فهذا يتطلب البحث في العينة بي أيضا، ويتوقف الأمر على نتيجة العينة ألف. إذا ظهرت نتيجة العينة ألف يمكن أن يتم طلب إجراء فحص لعينة ب أيضا. فإذا اتضح أن هناك عينة إيجابية يتم اتخاذ الإجراءات تبعا لذلك. نعم سيد أو دكتور يان، يعني جلسة الاستماع التي يدعى لها اللاعب أو الرياضي عند ظهور العينة ألف، ما هي الأسئلة التي تطرح عليه في جلسة الاستماع؟ هذا يتوقف عن الأنظمة السارية، فمعرفة نتيجة العينة ب لا تستدعي أي أسئلة أخرى، وبغض النظر عن الرياضة فالأمر يتعلق بمحتويات العينة. غالبا ليس هناك إجراء يتم اتباعه من حيث طرح أسئلة تتعلق بالأدوية التي تناولها اللاعب على سبيل المثال. ففحص العين ب يركز على النتائج العلمية فقط. نعم نعم، أنا أتحدث عن العينة ألف دكتور الآن، العينة الأولى عندما تظهر نتيجة إيجابية يستدعى اللاعب لجلسة استماع، ماذا يمكن أن يطرح عليه قبل فتح العينة ب؟
مرة أخرى الإجراءات يتوقف على الريادة والأنظمة المطبقة. عادة لا توقع أن يتم طرح أسئلة عندما يتم معرفة نتيجة العينة ألف وطلب فحص العينة بي. فعندما يتم طلب فحص العينة بي والهدف من ذلك هو تأكيد نتيجة العينة ألف عندئذ يقول طرف ما ربما أن هناك أدلة قاطعة بشأن المنشطات، وعندئذ أتوقع أن بعض الأسئلة يمكن أن تطرح ويمكن أن يتم التطرق إلى بعض القضايا القانونية، وأن يكون هناك ربما حاجة لشرح نتيجة العينة. أنا لا أتوقع أن يتم طرح أسئلة في هذه المرحلة. الأمر يقتصر على فحص العينة ألف، ثم يمكن للاعب أن يطلب فحص العينة باء. الأمر يقتصر هنا فقط على فحص العينتين. نعم دكتور، يعني نلاحظ أن الرياضيين بعضهم عقوبة تكون سنة، بعضهم 18 شهر، بعضهم عامين توقف عن الرياضة، بعضهم 4 سنوات. كيف يتم اتخاذ العقوبات إذا كانت العينة إيجابية؟ على ماذا تستند اللجنة في عقوباتها؟ هذا سؤال وجيه للغاية. هناك عناصر متعددة تؤخذ في الحسبان. مثلا أولا، أو العنصر الأول أو المقياس الأول يتعلق بنوع المادة التي تناولها اللاعب. إذا كانت المادة محظورة فإن هذا سيؤدي ربما لأخذ في الحسبان قائمة المواد المحظورة، ثم يتم التركيز على فيما إذا كانت المادة محددة أو غير محددة في القائمة. أما المقياس الثاني أو المعيار الثاني فهو هل أن الرياضي أو أن الوكالة مكافحة المنشطات أثبتت أن تناول المنشطات كان متعمدا، وهنا يجب على اللاعب أن يثبت أن تناول العقاقير لم يكن مقصودا منه استخدامه كمنشطات، وعلى هذا الأساس يتم تحديد العقوبة. وهناك مقاييس أخرى، إذا ما استطاع الرياضي أن يثبت أنه لا يتحمل أي مسئلة فيما حدث له، هذا يؤدي إلى خفض العقوبة، عقوبة الإيقاف تحديدا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء العقوبة أيضا في بعض الحالات. إذن هناك معايير متعددة تتوقف عن كل حالة على حدة. وفي النهاية هذه المعايير التي يتم من خلالها تحديد العقوبة على اللاعب. جميل جميل دكتور، هل ينظر إلى السجل المهني للاعب؟ بمعنى إذا كان اللاعب قد أجرى فحص المنشطات أكثر مثلا من 7-8 مرات وكانت كلها سلبية، مرة واحدة أصبحت إيجابية، هل ينظر هذا في التخفيف عن عقوبته؟ من حيث نبدأ لا أعتقد ذلك. فإذا كانت الفحوصات السابقة سلبية فهذا أمر لا يؤخذ في الاعتبار. من ناحية أخرى، هنا لا أقول أن هذا هو ما حدث في الحالة التي نحن بصددها. إذا كان اللاعب له سجل نظيف، لا بالعكس، إذا كان له سجل سلبي أن فحوصه كانت إيجابية في السابق فهذا يشدد العقوبة. أما إذا كانت الفحوص سلبية في السابق فهذا لا يؤثر ولا يخفف من العقوبة. جميل جميل. في مثل الحالة التي نحن الآن بصددها في السعودية الآن، اكتشاف للرياضي في كرة القدم عينة إيجابية، تم الإعلان، وقف اللاعب عن التمارين، دعي إلى جلسة استماع الآن،
هل يرغب في فتح العينة بي أو لا؟ حتى الآن لا نعلم، لكن السؤال متى يكون له الحق في طلب فتح العينة بي؟ هل هناك اشتراطات؟ من حيث المبدأ ليس هناك أي شروط، ومرة أخرى لا أعرف تفاصيل هذه الحالة، فعندما أنظر إلى قانون مكافحة المنشطات هذا ما يجب تطبيقه في القواعد الوطنية، فعندما أنظر لذلك أرى بعض الأنواع أو بعض الحالات يتم فيها فحص العينة بي، ولكن من حيث المبدأ إذا كان هناك عينة ألف ربما تبين نتيجة إيجابية وليس هناك حاجة لربما فتح العينة بي، نعم، فهذا يمكن أن يحدث أيضا. نعم، شكرا جزيلا دكتور يان كلاينر المحامي المختص بالقضايا الرياضية وقضايا المنشطات تحديدا في الرياضة، شكرا جزيلا لك. بالمناسبة العينات الإيجابية في التي تكتشف في عينات اللاعبين أو في فحوص اللاعبين لا تلغي الإنجازات الجماعية أو الفوز الإيجابي في أي مناسبة، ولكنها تلغي الإنجازات الفردية ويتم سحب إنجاز فردي لأي لاعب أو رياضي يتم اكتشاف أنه تناول منشطا محظورا. فتنا الأولى نعود معكم لنتابع في المرمى وفي الجولة قبل الأخيرة، هل تحسم اللقب أم ننتظر؟ وهل تتضح ملامح الهابطين؟ المشهد رقميا بعد إعلان جوائز الرابطة، ما هي معايير الجوائز المماثلة في الروابط الأوروبية؟ بعد إعلان جوائز الرابطة المحترفين السعودية البارحة الأولى في حفل ختامي سيحدد قريبا، سألنا البارحة عن المعايير وتم إعلانها بحضور تركي السلطان معنا في حلقة البارحة، لكن الآن نوجد مقارنة بين الجوائز التي المماثلة التي تعلن في الروابط الأوروبية، ما هي معاييرها؟ في بلاد الإنجليز انطلقت في عام 94 جائزة لاعب الموسم في البريمير ليج، وتحمل مسمى مختلف بحسب الشركة التي تمتلك الرعاية التجارية للمسابقة. رابطة الدوري والشركة الراعية يعلنون عن 7 مرشحين ويمنحون المشجعين 10% من التصويت، وذلك في مهلة انتهت في 9 من الشهر الحالي على الموقع الرسمي للرابطة بالإنترنت. يتم أخذ هذه النتائج إلى جانب تصويت 20 قائدا لأندية الدوري الممتاز ومجموعة من خبراء اللعبة كما يتم تسميتهم، وهم 20 لاعبا سابقا أمثال جيمي كاريجر، إين رايت، وليو فردناند، ومارك شوارزر، إلى جانب ممثل لكل من 3 شركات مرتبطة تجاريا بالمسابقة. أما جوائز القفاز الذهبي لأفضل حارس والقدم الذهبية لأفضل مهاجم وصانع الألعاب الأفضل، فإن الفائزين بها يتم اختيارهم بحسب إحصائياتهم بالدوري دون تصويت أو اختيار من أي لجنة محكمين. في فرنسا جوائز الأفضل الموسم الكروي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين عبر تصويت يشمل قائدة كل الفرق لاختيار أفضل لاعب،
فيما يمتلك مدربو الأندية خيار التصويت لأفضل مدرب من بينهم. وبدأت الجوائز في عام 88 وتشمل الأفضل في الدرجتين الأولى والثانية وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس. في إيطاليا جوائز الموسم الكروي يختارها اللاعبون بالتصويت، حيث يتم تكريم أفضل لاعب ومدرب وحكم في حفل سنوي منذ عام 97. الكرة الإسبانية تعرف منذ موسم 2008-2009 حفلا سنويا تشرف عليه الرابطة لاختيار الأفضل في مراكز حراسة المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم، إلى جانب أفضل مدرب يتم التصويت عبر اللاعبين من كل ناد هما قائد الفريق ونائبه، إلى جانب جائزة منفصلة للاعب الشامل يتم تحديدها عبر الإحصائيات دون تصويت. في ألمانيا تتكفل مجلة كيكر متخصصة باختيار لاعب الموسم عبر تصويت تقوم به بين لاعبي الأندية المشاركة في مسابقة الدوري المحلي دون أن يكون للرابطة المسابقة أي ارتباط به. وحيد رزق المصري، العربية. نذهب إلى معقل كرة القدم الأول من لندن، يلتحق بنا الزميل جاك لانغ الإعلامي الرياضي. جاك أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. نتحدث الليلة عن الجوائز التي أعلنت في كرة القدم السعودية ليلة البارحة التي ستقدمها رابطة دوري المحترفين السعودية. لديكم واحدة من أقدم الجوائز في الدوري الإنجليزي، هل ترى بأنها دائما كانت مرضية نتائجها للجماهير الرياضية؟ في إنجلترا لدينا جوائز مختلفة، نعم، وهذا يتوقف على من يختار هذه الجوائز. فلدينا أفضل لاعب في الموسم ويتم اختياره من قبل اللاعبين المحترفين، ولذلك الكثير من اللاعبين على مر السنين نظروا إلى هذه الجائزة على أنها الأفضل. فجون تيري قال أنه ليس هناك شرف أكبر من أن يختاره زملاؤك كأفضل لاعب. فأعتقد من هذا المنظور فهذه الجائزة هي الأفضل، وهناك جوائز أخرى. فإبراهيم ستيرلينغ على سبيل حاز جائزة حقوق اللاعبين، وسائل الإعلام هي التي تختار كأفضل لاعب على الميدان. وإبراهيم ستيرلينغ أمضى موسما رائعا، وهو كان له أداء مثالي وكان مثالا يحتذى. فأعتقد هذه فئة أوسع، ولدينا أيضا جائزة أقل يقررها الجمهور. هناك طرق مختلفة لاختيار أفضل اللاعبين، وأحيانا هناك بعض الاختلافات التي تحدث. لدينا بطبيعة الصحفيين الذين يختارون أفضل اللاعب وكذلك اللاعبين، هناك بعض الاختلافات بحسب من يقرر الجائزة. جميل. هل تلقى جاك سؤالي بشكل واضح، هل دائما تلقى هذه الجوائز قناعة كاملة بمن فاز لدى المدرجات لدى الجماهير؟ بشكل عام نعم، لأنه غالبا ما يكون هؤلاء اللاعبون مميزون ويتجاوزون المتوسط. وأعتقد أن في أغلب الأحيان غالبا ما يكون الجمهور راضيا إزاء من يحصل على هذه الجوائز، لأن أغلب اللاعبين المميزين في إنجلترا مثل راين جيجز لم يحصل وحافز بالجائزة في نهاية مشواره، وهذا نوع من التكريم لمشواره الرياضي. هناك بعض الجدل الذي يحصل، هناك جائزة أفضل لاعب شاب في السنة ما دون 23، وهذه جائزة ذهبت إبراهيم جنين وكنا مرشحا لهذه الجائزة. البعض يرون الأمر غريب، وأنا من بين هؤلاء. وغالبا ما أن تكون جوائز أفضل اللاعبين محترمة أو تحظى بالاحترام. جميل جميل. دعنا يعني جاك نتحدث فقط عن الآن عن جائزة الرابطة المحترفة في 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 إنجلترا. هذه الجائزة هل لجنة الاختيار ثابتة في كل موسم، ومن هم اللجان؟ عرفنا بهم. So
بالنسبة لـ PFA أي جمعية اللاعبين هي عبارة عن اتحاد ولكل شخص صوت يختار أفضل لاعب في الموسم. الغريب في ذلك هو أن التصويت يتم قبل انتهاء الموسم، يحدث تصويت أحيانا في شهر آذار مارس. هذا يعني أنه ربما هناك لاعب ينهي الموسم بشكل مميز ولا يحظى بهذه الفائزة. هذا هو السؤال الذي يطرح. ثم لدينا أيضا، لست أدري تعرف أي جائزة الرعاة بالنسبة للاعبي الدوري الممتاز، وهذه الجائزة تسمى بجائزة PFA 1، يقدمها الرعاة ولا يتم اختيار أفضل لاعبين من طرف نفس الأفراد. أعتقد أن أكثر جوائز تميزا هي تلك التي يختارها اللاعبون. ماذا عن الصحفيين الزملاء جاك وأنت واحد منهم؟ يعني هل هم ثابتون؟ هل لهم مؤشرات في الاختيار لديكم في إنجلترا؟ يعني صحفيين مثلا يمتازون بالخبرة أو أنهم ناشطين في العمل الميداني أو المكتبي، أو هناك مؤشرة أو معايير خاصة يتم اختيار الصحفيين الذين يصوتون؟ So for the football writers award, بالنسبة لجائزة أصحاب الحق الرياضيين، فهذه الجائزة لا يشارك كل أعضاء الجمعية في اختيار أفضل اللاعب. هناك 400 شخص في الجمعية، لأن لهؤلاء آراء مختلفة بشأن اللاعبين. فربما هناك من يتابع مباراة في شمال أو شمال الشرق، من يتابع مباريات نيوكاسل قد يكون له الرأي مختلف عن من يتابع المباريات التي تجري في لندن. وبالنسبة لستيرلين على سبيل المثال، فإن غالبا الصحفيون يأخذون في الاعتبار جوانب أخرى. هذا يعني أن الأمر لا يقتصر فقط على اللاعبين الذين يحرزون أهدافا، وإنما هناك أيضا نماذج. وإبراهيم ستيرلين من بين هؤلاء، حيث يعامل على أنه نموذج، وهو قد كان مثال احتذاه الكثيرون خلال هذا الموسم الرياضي، وأعتقد أنه يستحق هذه الجائزة خلال هذا الموسم. شكرا جزيلا زميل جاك لاغ الإعلامي الإنجليزي.
وجولتان متبقيتان في الدوري السعودي، الأولى السبت والثانية الخميس المقبل، وبهما يسدل الستار. هل جولة السبت تحسم اللقب وتوضح ملامح الهابطين؟ بالأرقام ديما سايح توضح ذلك. أهلا ديما، تفضلي. أهلا بك بتال، أهلا بكم مشاهدينا. بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، نجد أن النصر في الصدارة برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال. لاعبو المدرب البرتغالي روي فيتوريا إن فازوا السبت في الجولة قبل الأخيرة أمام الحزم، وخسر الهلال أو تعادل مع الاتفاق في ذات الجولة، فإن النصر يتوج باللقب. الأصفر العاصمي يبقى في الصدارة ويؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة إن فاز في مباراته السبت، وانتصر الهلال أيضا في لقائه. سيناريو التأجيل للجولة الأخيرة سيكتب في حال عدم فوز النصر في جولته المقبلة وخسارة الهلال أو تعادله. في المقابل أزرق الرياض يتصدر إن فاز في مباراته وخسر النصر أو تعادل، ويبقى الحسم للجولة الأخيرة. وفي حال تعادل كل من النصر والهلال في النقاط في ختام المسابقة، فإن الأصفر العاصمي ينال اللقب بفارق المواجهات المباشرة بعد أن هزم الهلال إيابا وتعادل ذهابا في الدوري. الآن إلى حسابات الهبوط. أحد ودعا رسميا المسابقة وفريقان سيرافقاهم مباشرة، فيما فريق آخر يلعب الملحق مع رابع دوري الدرجة الأولى. نادي الباطن في المركز الخامس عشر ب 25 نقطة. الفوز على أحد وخسارة القادسية والفيحاء والحزم يؤجلان الحسم. النتيجة ذاتها في حال تعادل الباطن وخسارة أو تعادل كل من القادسية أو الفيحاء. القادسية حاليا في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، يحتاج إلى 4 نقاط لضمان بقائه. الفوز أمام أحد وخسارة الفيحاء أو الحزم يحجز به مقعده للموسم المقبل. أما عن التعادل أو الخسارة فقرار هبوطه من عدمه يؤجل للأسبوع 30. المركز الثالث عشر يحتله الفيحاء برصيد 28 نقطة، يحتاج لفوزين في آخر جولتين على الرائد والوحدة منافسيه المباشرين على البقاء. 6 نقاط قد تجنبه الهبوط وربما تقوده لخوض الملحق بحسب نتائج بقية الأندية المنافسة. الحزم في المركز الثاني عشر بثلاثين نقطة يستقبل النصر المنافس على اللقب. الفوز في المباراتين المتبقيتين يضمن استمراره. أما عن التعادل أو الخسارة قد يقودانه لخوض الملحق. الآن إلى الاتحاد الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، هو بحاجة لثلاث نقاط في مباراتيه المتبقيتين أمام الفتح وأحد لضمان البقاء دون انتظار نتائج المباريات الأخرى. الاتفاق صاحب المركز العاشر برصيد 33 نقطة هو معني أيضا بالهبوط المباشر إذا خسر آخر مواجهتين، الأولى على ملعبه أمام الهلال والثانية في جدة أمام الأهلي. في المركز التاسع يقع الرائد برصيد 34 نقطة، يحتاج لنقطة من مباراتيه أمام ضيفه الفيحاء ومضيفه الفتح ليضمن بقاءه بعيدا عن حسابات الملحق. هنا نختم، عودة إليك بتال. شكرا ديما، وتبدو الحسابات معقدة للغاية، خاصة فيما يعني الهبوط والملحق، وربما لا تحسم، من الواضح أنها لن تحسم في الجولة أو جولة السبت، وربما ننتظر إلى جولة الخميس، مؤكد جولة الخميس تحسمها لأنها جولة الختام. إذن لا تتويج في جولة السبت إلا للنصر فقط إذا فاز وتعادل الهلال أو خسر، لكن الهلال لو فاز وخسر النصر أو تعادل فلا تتويج للهلال، وسننتظر إلى الجولة الأخيرة. بكل هذه الحسابات أذهب إلى دكتور تركي العواد الذي يلتحق بنا الآن من الرياض. دكتور صباح الخير. أولا، هذه الحسابات المعقدة في القمة والقاع هل تعطينا انطباع بقوة هذه النسخة من الدوري السعودي، أم أنها تعطينا انطباع أيضا بأن هنا كلهم يتساوون في السوء؟ هذا وجه آخر أيضا يجب أن نطرحه. أنا أعتقد أن هذا الموسم واحد من أمتع المواسم ومن أكثرها إثارة. شفنا مباريات كثيرة في القاع وفي القمة وفي الوسط كانت رائعة، والتنافس كان كبير. وميزة هذا الدوري أنه ضرب حتى المحللين،
لما تتوقع أن فريق يفوز تجد أن الفريق الآخر هو من فاز حتى لو كان أقل فنيا. فبالنسبة للمتعة والإثارة أنا أعتقد أنه كانت يعني أعطتنا فعلا موسم غير عادي وموسم استثنائي. أتمنى أن المواسم القادمة أيضا تبني على يعني هالمستويات الرائعة وهالإثارة. فهالتنافس إلى آخر جولة أعتقد أنه يعكس قوة الدوري ويعكس التنافس. يمكن فقط فريق أحد اللي كان أقل بقليل, وحتى ما كان سيء فريق أحد رغم أنه عنده 15 نقطة فقط, ولكن كان ممكن أنه يعني إلى آخر الجولات ينافس, ولكنه يعني استسلم مبكرا. النتائج هذه كلها تدل فعلا على قوة الدوري وعلى التنافس, حتى على المركز الثالث والرابع نجد تنافس. جميع المراكز أعتقد أنها يعني حتى الآن ما زالت لم تحسم. نعم طبعا نشير إلى أنه هناك تنافس أيضا وصراع على بطاقة الآسيوية المؤهلة إلى الدور الآسيوي أو دوري الأبطال في النسخة الجاية لنسخة نهاية العام. دكتور, هل تتوقع أنه جولة السبت ستكون حاسمة على اللقب؟ لا ما أعتقد اللقب, ما أعتقد يكون في حسم. طبعا الهلال سيلعب مع الاتفاق, لكن المباراة الأهم يعني أنا أعتقد أن الجميع يعني في هذه الثمان مباريات يعني سيضع مباراة النصر والحزم هي يعني المين إيفنت. الناس ستتابع هذه المباراة لأسباب كثيرة. أولا أن يعني مباراة للمتصدر والناس تنتظر إما فوزه أو تعثره. أيضا في المقابل الحزم, الحزم عنده 30 نقطة ونعرف أنه يحتاج الفوز في هذه المباراة. فهذه المباراة تعني الجانبين, تعني الصدارة وتعني أيضا البقاء. فأهمية هذه المباراة ستجعلنا جميعا يعني مش قلة في أهمية المباريات الأخرى, ولكن هذه المباراة هي الأهم بكل تأكيد. لذلك يعني ما أعتقد بيكون في حسم. ممكن يكون في حسم في موضوع الهبوط, يعني إذا ما خسر الفيحة, إذا ما خسر الاتفاق القادسية في هذه الجولة ومع فوز الحزم وفوز الاتحاد, أعتقد أنه الأربعة يعني ثلاثة الهابطين مباشرة والملحق ممكن نحن نشوف فيها جانب من الحسم. ولكن بالنسبة للصدارة يعني أعتقدنا من الصعب, لأنه يعني من الصعب على الهلال أنه يتعثر أمام الاتفاق. وأعتقد حتى بالنسبة للنصر أعتقد أنه يعني سيكون عنده فرصة كبيرة للفوز, وسننتقل إلى آخر جولة بنفس النقاط بنفس الصدارة. متوقع هذا, ولكن كل شيء جائز. شفنا كثير مباريات اللي فيها مفاجآت, وشفنا الشامبيونز ليج وكيف صحيح. يعني المفاجآت اللي صارت فيها. لذلك لن نحكم مبكرا على أي مباراة. صحيح. ماذا تحتاج هذه الجولة كابتن من اللاعبين من المدربين؟ يعني هي الجولتين الأخيرة جولة يعني قلق للجماهير, قلق للاعبين, جولة صعبة للغاية, تحتاج إلى رجال خاصين لمثل هذه المهام. ماذا يحتاجون؟ نتكلم كابتن اللاعبين اللي عندهم في القاع وفي القمة, ليس اللقب فقط, في القاع وفي القمة. صحيح, انت هذا اكيد. في كل المباريات الحاسمة انت بحاجة الى نوعية من اللاعبين اللي عندها الشخصية. نعم. عندها القوة, عندها القدرة على تحمل الضغوط. اعتقد ان هذه ستتضح في عدد من المباريات. شفنا كثير مباريات اللي خسر فيها الفريق بسبب انه شخصيته ما كانت بالقوة الكافية. هذه الجولة محتاجة لنوعية من اللاعبين اللي يتصدر ويقف ويواجه كل الضغوط. لذلك بيكون في كثير من الأخطاء, بيكون في كثير من المشاكل في وسط الملعب, ولكن نوعية من اللاعبين اللي ستجدهم يظهرون بشكل غير عادي. أنا أحب اللاعبين اللي يظهرون في المباريات الحاسمة سواء كانت نهائية, وأعتبر أن هذه الجولة هي يعني مباريات نهائية بالنسبة لكثير من الفرق. فلذلك نوعية من اللاعبين اللي تحتاج للشخصية للجراءة للقوة, وأيضا محتاج نوعية من اللاعبين اللي ما ينهزون حتى لما يتسجل في هدف مبكر قادر أن يعود للمباراة. فأنا أعتقد أن هذه الجولة ليست جولة فنية, هي جولة شخصية الفريق. إذا ما كان الفريق عنده الشخصية القوية فهو قادر أنه يتعدى هذه المباراة بسلام, ولكن الشخصية المهزوزة قد تكون غير جيدة وغير محبذة في هذا الوقت. لذلك نوعية اختيار مدربين, يجب أن يختار لاعبين اللي عندهم القوة, عندهم قوة الشخصية أكثر من اللاعبين اللي المهاريين والجيدين ولكنهم في المواقف الصعبة يخونون الفريق. جميل. كابتن, تعرف ويعرف الجميع أن هذه الجولة والجولة المقبلة ستقام في نفس التوقيت, سيتم ضبط ساعة الحكام على صافرة واحدة في الجولتين المقبلتين. هل من الأفضل, تحدث معك يعني كلاعب سابق مريت في هالمواقف, هل من الأفضل أنه الإداريين والمدربين ينقلون للاعبيهم نتائج المباريات الأخرى اللي تأثر عليهم, ولا من الأفضل يقول له العب 90 دقيقة حقتك وبس؟
ده هو الأفضل أنك تركز في مباراتك. ما أتكلم عن اللاعب كابتن، أتكلم عن الإداريين والمدربين. هل من الأفضل؟ يعني ممكن يكون فيها نوع من التحفيز لما تنقل لهم، أو ممكن توتر برضو. والله أنا أفضل أنك أنت يعني تكون معزول عن جميع المباريات الأخرى. في 7 مباريات تلعب، اترك هذه المباريات، ركز في مباراتك والعب مباراتك بشكل جيد، خصوصا أنه مباريات ممكن يعني تتحول في آخر دقيقتين. يعني ممكن أنت تلعب مباراتك، نضرب مثلا مباراة النصر والحزم، يكون الحزم متقدم بهدف أو هدفين وتنقلها اللاعبي الهلال، ثم في النهاية يعود النصر ويفوز بثلاثة. فلذلك النتائج بالنسبة لي يعني في هذه المرحلة هي غير مضمونة. لو كانت مباريات مبكرة وانت بتلعب بعد المباراة أو آخر مثلا 10 دقائق تلعب مع بداية المباراة، ممكن يكون هذا التحفيز، ولكن قبل نهاية المباراة أعتقد أن الشيء فقط يشتت اللاعبين ولا يجعلهم يركزون. ركز في مباراتك وحاول أن تحصل على 3 نقاط، سواء كنت مهدد بالهبوط أو تصارع على الصدارة، أو حتى في مباراة ترى مهمة يعني الشباب والتعاون على تحديد المركز يعني الثالث والرابع، أيضا هذه مباراة مهمة. يجب أنك ما تنظر لأي مباراة أخرى، تركز في مباراتك، لأنه اللاعبين عندما يفقد التركيز ويبدأ التشتيت، كم النتيجة، هل تعادل أو هل فأيضا بهم ينتظرون أخبار أخرى. يعني لو قلت لهم أن هذا الفريق المنافس خسران، أيضا ينتظرون هل عدل الفريق الآخر، هل تقدم، فهذه تشتتهم بشكل كبير. ونعرف مثل هذه المباريات أنه حالة التركيز إذا ما كانت 100% ممكن اللاعبين يعني يخونونك في هذه المباريات. لذلك يعني بالنسبة للإداريين، انسوا المباريات الأخرى، لا تتابعونها، ركزوا في مبارياتكم، وهذا هو الأهم. لأنه حتى لو الفرق الأخرى ساعدتك، إذا أنت ما ساعدت نفسك، أعتقد أنك ستجد نفسك في نفس المركز بعد هذه الجولة. الجمهور بيكون تائه أيضا دكتور، إحنا من الجماهير، أنت هم بتحط تلفزيونك، شاشتك بتحطها الريموت على وين؟ في 8 مباريات أكيد مباراة الحزم والنصر، إيه المباراة يعني المباراة الأساسية هي مباراة الحزم والنصر. أعتقد أنه عدد كبير من الناس اللي بيتابعونا لنا تحدد الكثير يعني في هذه المباراة بالنسبة للقمة وبالنسبة للقاع. يأتي بعدها مباراة الهلال والاتفاق بشكل أقل، وأيضا في مباراة مهمة بين الرائد والفيحة أيضا. جميل جميل، يعني هاي الـ3 مباريات اللي ممكن الواحد يتنقل بينها. جميل، شكرا جزيلا دكتور تركي العواد. وهذه الوقفة الأخيرة، بعدها نعود ونتابع روجيرو وغوستافو وحديثهما. روجيرو وغوستافو يتحدثان عن كل شيء في نهاية الموسم السعودي لهما مع الفيصلي. ألقاكم. أول هدية حصلت عليها كان هاتف آيفون عندما كنت في الكويت. أهداني إياه مدير الكرة بنادي الكويت.
أجمل هدية حصلت عليها هي عقد لاعب محترف في نادي بارانا البرازيلي. تعرف في البرازيل الأمر ليس سهلا، لذلك كنت سعيدا بأول عقد لي. حاليا مبابي وفي المجمل روماريو. المهاجم الذي أحبه هو الظاهرة رونالدو البرازيلي، رغم كل الإصابات التي تعرض لها بقي متميزا. عيب جوستافو شاربه، دائما أطالبه بإزالته. أمر لا أحبه في روجيرو، شعره مثل شعر الفتيات، لا أحب هذه التسريحة. جوستافو شخص خلوق وطيب. أحب في روجيرو أنه صديق وأخ، هو إنسان خلوق ويمتلك الكثير من المبادئ. لا يوجد لدي فريق محدد أحب اللعب ضده. أحب اللعب ضد جميع الفرق الكبيرة. الفريق الذي لا أحب مواجهته هو التعاون. لا أحب اللعب أمام التعاون. لو لم أكن لاعبا كنت سأعمل مدرسا. لو لم أكن لاعب كرة قدم كنت أحببت أن أكون مذيعا أو مغنيا. في السابق كنت أتبادل القمصان مع فهد الأنصاري، والآن أصبح معنا في الفريق. أحب الآن أن أبادل القمصان مع لاعب الهلال نواف العابد. أحب تبادل القمصان مع لاعب الهلال جيوفينكو. أول سيارة حصلت عليها كانت شيفروليه سوداء اللون. عندما كنت في البرازيل جاءتني هدية من رئيس النادي حينها، لأن المسافة كانت بعيدة بين بيتي والنادي فهداني إياها. أول سيارة امتلكتها هيونداي سوداء، هذه السيارة ما زالت موجودة لدي. كان عندي صعوبات في دفع أقساطها، لكن زميلي في النادي آنذاك هو من ساعدني في إكمال أقساط السيارة، واليوم هي لي. أنا لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، بصراحة مهاجم جيد جدا. أفضل لاعب لدي حمد الله لاعب النصر، سجل أهدافا كثيرة هذا الموسم ويقدم أداء رائعا. أفضل جمهور لعبت أمامه هو الاتحاد. أفضل جمهور الاتحاد، لأن فريقهم مر بظروف سيئة ومشاكل، ومع ذلك بقي الجمهور في مساندته.